قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي بالوكالة خالد الرضان إن الوزارة فحصت ودققت وسامت نحو 30 طنا من المعادن الثمينة والتي تقدر قيمتها السوقية ب 300 مليون دينار كويتي، وذلك خلال عام 2016. جاء ذلك خلال انطلاق معرض الذهب والمجوهرات العالمي 15 والذي يشارك فيه 140 جهة دولية ومحلية. هي مساحة جمالية تواجدت لكل عشاق اقتناء المعدن الأصفر والمجوهرات الثمينة بأنواعها في معرض الذهب والمجوهرات العالمي 15 تحت مظلة رقابية على هذه المعادن من قبل وزارة التجارة والصناعة. إقامة هذه المعارض تحت أعين وإشراف وزارة التجارة يعني تكون هناك خاصية جيدة، هو فحص ومعايير هذا الذهب ومنع الغش وغيره من الأمور. الآن هذا هناك معرض واحد، وإحنا في توجه أيضا إقامة ممكن معرضين خلال الفترة القادمة بالسنة. هناك أكثر من 40 موظف وموظفة بوزارة التجارة قاعدين لفحص الذهب. حطينا خطة مدروسة بشكل جيد لجلب أفضل الآلات والآليات التي تفحص في هذا وجلب بعض الخبرات. نخبة مميزة من شركات المجوهرات العالمية بلغ عددها ما يقارب 140 شركة عالمية ومحلية من 14 دولة جاءت لتعرض نفائسها وأحجارها الكريمة. المعرض يضم في طياته 90 شركة عالمية وكذلك 45 شركة محلية. هذا المعرض الحقيقة متميز بمعروضاته القيمة ومعروضاته اللي تحمل شكل الجمال ويهتم فيه حقيقة شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي. والله المعارض دائما احنا بالنسبة لنا مهمة، يعني خلالها ننزل تشكيلة جديدة، نتعرف على زباين جديدة، الزباين يتعرفون علينا، يعني بالإضافة طبعا للعروض اللي احنا دائما نسويها في المعارض. وزارة التجارة ما شاء الله مكفين وموفين ومقصرين، عندهم مراقبة حلوة على المجوهرات وقاعد يسهلون حق التجار خصوصا بالمعرض هذا. يبقى بريق الذهب ووهج الحجر الكريم يتقد في عيون محبيه ومستثمريه الذين يحرصون على زيارة مثل هذه المعارض والاستمتاع بها والاستفادة منها. ديما دحدا، التلفزيون دولة الكويت.